وعايز اقول على حاجه كمان خاصه بشبكه تلفزيون النهار. شبكه تلفزيون النهار يمكن قبل قليل اعلن رسميا عن انه الشبكه منحت شركه سي ميديا. شركه سي ميديا دي احدى شركات مجموعه الشويري. مجموعه الشويري مجموعه كبيره وعريقه في مجال الاعلام والاعلان. شبكه قنوات النهار منحت شركه سي ميديا حقوق العمل كممثل اعلامي حصري ورسمي لمجموعه قنوات النهار في الشرق الاوسط. عايز اقول لحضراتكم خبر زي ده بالنسبه لنا هنا في النهار يعني ايه، وبالنسبه لمشاهدينا يعني ايه. انا على قناه النهار من 2011، يعني من اول ما ظهرت وانا كنت موجود في هذه القناه، يمكن بدات في الشغل في الاعداد، وعارف هذه القناه كل المسؤولين عنها وعلى راسهم الصديق العزيز الاستاذ علي الكحكي بيعملوا باحترافيه شديده جدا عشان يقدموا محتوى يهم الناس ويهتم بشؤون الناس. يعني علي الكحكي طول الوقت بتبقى عينه على انه هيقدم ايه للناس، ايه المحتوى اللي احنا نقدمه للناس، وطول الوقت يقول لك لازم نهتم بمشاكل الناس ولازم نهتم باوجاعهم ونشوف الناس طالبه ايه. بالاضافه الى انه هذه الفتره كمان اللي قناه نهار بتعيشها هي واحده من المنصات الاعلاميه الوطنيه اللي واقفه بقوه في معركه الدوله المصريه. لما بتحصل هذه الشراكه ما بين شبكه تلفزيون النهار ومجموعه شويري شركه سي ميديا، ده تاسيسا على انه الارتقاء بالخدمات الاعلاميه اللي هنقدمها ان شاء الله لحضراتكم، لانه شركه شويري الحقيقه زي ما بيقولوا كده بالبلدي ليها في جبال الاعلام والاعلان علامات. فاحنا قدام عصر جديد بتدخله شبكه تلفزيون النهار بقيادتها وعلى راسهم علي الكحكي عشان نطور المحتوى بتاعنا. هتلاقوا شكل مختلف، هتلاقوا محتوى مختلف، هتلاقوا خدمات مختلفة إن شاء الله. يمكن ده اللي صرح بيه كمان بيار الشويري رئيس مجلس إدارة مجموعة شويري، وقال إنه النهار بما تقدمه من محتوى نقدر نوصل بيها لكل جماهيرنا في العالم العربي ونقدم خدمة متميزة إن شاء الله. فمبروك لكل العاملين في شبكة تلفزيون النهار، وبقول لحضراتكم وهذا وعد إنه إن شاء الله نقدم خدمات إعلامية تهم الناس وتبقى قناة النهار شبكة تلفزيون النهار كما عهدتم بالناس وللناس.